مشاهدينا الكرام، وحول الملف الأمني في عموم العراق ينضم إلينا من السليمانية من إقليم كردستان العراق مباشرة الفريق جبار ياور، أمين عام وزارة شؤون بيشمركة كردستان الدستورية. أهلا بك معالي الفريق معنا في زاغروس هذا اليوم ضمن النشرة الخبرية. بداية بعد الترحيب بك، السبب والهدف وراء عقد اجتماع بغداد الأخير في 2 تموز بين قيادة قوات بيشمركة كردستان الدستورية والقوات العراقية الأمنية الاتحادية، الكلمة لك. في البداية أهلا وسهلا بكم وأهلا وسهلا بكل المشاهدين، وسلامي إلى كل القوات التي تشارك في الحرب ضد داعش من قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم والقوات الاتحادية بصورة عامة، لأن داعش هي منظمة إرهابية دولية خطرة على العراق بإقليم كردستانه، وأيضا على دول الجوار وعلى المنطقة بصورة عامة وعلى العالم. اجتماعنا في بغداد كان في 2/7 من هذا الشهر، وكان الاجتماع ما بين اللجنة العليا للتنسيق العسكري والأمني في وزارة الدفاع الحكومة الاتحادية واللجنة العليا للتنسيق العسكري والأمني في وزارة البيشمركة التي شكلت في مطلع عام 2019، ولحد الآن عقدت 3 اجتماعات. الاجتماع الأول كان في الشهر الثاني من 2019، والاجتماع الثاني كان في الشهر السادس من 2019، وهذا هو الاجتماع الثالث. وكان فحوى الاجتماع أو المواد التي نوقشت في الاجتماع هي 3 مواضيع أساسية. أولا، موضوع كيفية تفعيل التنسيق والعمل العسكري والأمني فيما بين قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم والقوات الاتحاد وقوات الجيش وباقي القوات الاتحادية للحرب ضد داعش وإنهاء داعش، خاصة في المناطق التي حاليا تزداد فيها فعالياتها الإرهابية وتهدد المواطنين وتهدد أمنهم، خاصة في محافظات ديالى وكركوك واربيل والموصل وصلاح الدين كذلك. لأنه كان قبل عام 2014 كانت لدينا هناك مراكز للتنسيق في هذه المناطق، وتمكننا من حفظ الأمن في كل هذه المناطق بواسطة تفعيل العمل والتنسيق الأمني والعسكري المشترك ما بين قوات البيشمركة وباقي قوات الإقليم والقوات الاتحادية منذ عام 2011 إلى عام 2014. نعم. هذا هو الموضوع الأول. والموضوع الثاني الذي بحثناه هو كيفية ملء الفراغات الموجودة ما بين الخطة التي تنتشر بها قوات الإقليم من خانقين على الحدود الإيرانية إلى منطقة ربيعة على الحدود السورية، وأيضا بالمقابل انتشار القوات الاتحادية، لأن هناك فراغات تصل في بعض الأحيان إلى 40 كيلومتر في الطول أو في العرض. نعم. وهذا يؤدي إلى يساعد إرهابي داعش على العودة إلى هذه المنطقة وتهديد أمن المواطنين. والموضوع الثالث وكان كيفية العمل المشترك على إجراء عمليات عسكرية مشتركة ما بين قوات البيشمركة وما بين قوات الجيش لإنهاء داعش في هذه المناطق بصورة كاملة. نعم، يعني أكرر الترحيب بك سيدي العزيز مرة أخرى، ونسأل أيضا عن دور اللجان المشكلة في الجانب الأمني، خاصة مع وجود لعناصر داعش في المناطق المحررة وحتى في المناطق المتنازع عليها. نعم، هو في الحقيقة يعني أكثر التحركات لداعش خاصة في مناطق محافظات ديالى وصلاح الدين وكركوك ومخمور ومناطق الموصل، كل هذه المناطق هي مناطق المادة 140 أو ما كانت تسمى بالمناطق المتنازع عليها، ونحن في قوات البيشمركة والقوات الاتحادية نسميها بمناطق ذات الاهتمام الأمني المشترك، لأن هذه المناطق كما ذكرت هي أصبحت مصدر لتهديد أمن المواطنين وأمن القوات الاتحادية وأمن قوات الإقليم في هذه المناطق من قبل إرهابي داعش، لأن هناك فجوات.
هذه المراكز التي سوف تؤسس كما قلت هي ليست قوات عسكرية كما أثير الضجة حولها، خاصة في اليومين الأخيرين كما سمعت من بعض بيانات الأخوة الأعزاء تركمان والعرب في كركوك بأنهم أصدروا بيانا أو أرسلوا رسالة إلى رئيس الوزراء وطلبوا عدم إجراء هذا الاتفاق أو عدم عودة البيشمركة إلى كركوك. ولعلمه هؤلاء الأخوة أنهم في الحقيقة استعجلوا في إرسال رسائلهم واحتجاجاتهم لأننا كعسكر لا نتدخل في المواضيع السياسية، وأن واجبنا هو هذه المراكز تعمل على التنسيق بين قوات البيشمركة وقوات الإقليم والقوات الاتحادية من الجيش وباقي القوات لشن عمليات عسكرية ضد داعش وإنهاء تواجدهم في كل هذه المناطق الذي يهدد لا فقط أمن المواطنين الكرد في هذه المناطق وإنما يهدد الأخوة التركمان السنة الشيعة إن كانوا يزيديين كاكايين مسيحيين وغيرهم. نحن عملنا هو فقط لطرد داعش من هذه المناطق وتأمين الحماية لكل هؤلاء المواطنين. معالي الفريق، المخاوف التي ذكرت أن المكون العربي المكون التركماني في مدينة كركوك كانت يعني تطرح من قبلهم الرسالة إلى الرئاسة العراقية، هذه المخاوف هل هي في محلها أصلا؟ يعني هل كان في التاريخ البعيد أو القريب أثر لقوات البيشمركة سلبي على كركوك أم أنها زادت عن حياض المدينة وأبناء كركوك عموما وحتى المناطق المتنازع عليها؟ طبعا الجميع يعلم أنه عندما اجتاح داعش محافظة الموصل ومن بعدها محافظة صلاح الدين ومن بعدها محافظة الرمادي وبعض المناطق من كركوك خاصة الرياض والحويجة والعباسي وأيضا اجتاحت بعض المناطق من ديالة خاصة في جلولاء وهذه المناطق السعدية وغيرها، هذه المناطق الجميع يعلم ماذا عمل داعش في هذه المناطق من قتل المواطنين العزل، من إعدامهم، من حرقهم، من سلب مزارعهم، سلب أموالهم، نهك أعراضهم في هذه المناطق. والقوات الوحيدة التي حمت هذه المنطقة وقدمت تضحيات كثيرة وحررت هذه المناطق كانت قوات البيشمركة، لأنه في ذلك الوقت لم تبقى أي قوات أخرى في هذه المنطقة من الموصل إلى خانقين، يعني من الحدود السورية إلى الحدود الإيرانية غير قوات البيشمركة التي حمت هذه المنطقة وحررت هذه المنطقة وحمت المواطنين العزل إن كانوا عربا وكردا وتركمانا، إن كانوا شيعة وسنة، إن كانوا كاكايين أو يزيديين أو مسيحيين، من بطش داعش يعني حمت هؤلاء المواطنين وحمت أموالهم وحمت أملاكهم. وقد قدمنا حوالي 1762 شهيد في هذه المعارك وقدمنا حوالي أكثر من 10700 جريح في هذه المعارك لحماية المواطنين. والآن أيضا كما نعلم هذه المناطق هي كلها تحت تهديد داعش، يوميا يخطفون المواطنين، يأخذون الأتوات من الفلاحين، يضعون الألغام على الطرق، يقتلون المواطنين العزل، يعدمون المواطنين العزل. نعم. هذا ما يعملونه في المناطق. لذا فإن قوات البيشمركة هدفها حماية مرة أخرى هؤلاء المواطنين مع الجيش الاتحادي ومع باقي القوات الاتحادية، ليس لدينا أي نية. طيب سيدي العزيز، يعني هم استعجلوا، الأخوة العرب والتركمان استعجلوا في هذا. نعم، يعني سيدي العزيز، العمليات المشتركة نفت إعادة انتشار القوات البيشمركة في كركوك، كيف تفسر ذلك؟ نعم هذا صحيح، يعني ليس لدينا نية، لا نحن كقوات البيشمركة ولا كقوات الجيش. نحن مطالبنا دائما بالاجتماعات كقوات البيشمركة ووزارة البيشمركة بأن المدن تخلى للشرطة والقوات الأمنية، ويجب أن لا تكون هناك في داخل المدن إن كان في كركوك أو الطوز أو قرتبة أو خانقين أو جلولاء أو أي منطقة أخرى، مخمور، مناطق ساحل نينوى، أي منطقة. نحن لا نريد أن تكون هناك قوات عسكرية داخل المدن، لا قوات الجيش ولا الشرطة الاتحادية ولا الحشد الشعبي ولا قوات البيشمركة، وإنما المدن تكون فيها فقط قوات للشرطة وقوات للأمن تحميها.
قوات الجيش والبيشمركة وقوات الشرطة الفيدرالية وقوات الحشد واجبها خارج المدن، حماية المدن من تهديدها من داعش. يعني هذا واجبنا إن شكلنا قوات مشتركة أو قمنا بعمليات مشتركة. نحن ليس لدينا نية ولا يوجد لأي اتفاق لإدخال قوات الجيش أو قوات البيشمركة إلى داخل كركوك أو إلى داخل أي مدن أخرى. يعني كما قلت، هذا خطأ فهم من قبل وأولاء الأخوة. معالي الفريق، يعني أمنيا وعسكريا قوات البيشمركة هل ستكون جاهزة في حال وقع أي خطر على أبناء تلك المناطق، المناطق المتنازع عليها؟ وعموما يعني هل تلك المناطق الآن هي أكثر أمنا واستقرارا وتحظى بالنعيم والسلام، أم أيام كان فيها قوات البيشمركة مرابطة تحمي جانبا من هذه المنطقة بالتنسيق العالي مع القوات الأمنية العراقية؟ كما قلت، قبل عام 2014 وبعدما أن جاء داعش وحررنا هذه المناطق، قبل 2014 كانت هناك تنسيق عالي في هذه المناطق ما بين قوات البيشمركة وما بين القوات الاتحادية، وتمكننا من حفظ الأمن في هذه المناطق منذ عام 2011 بعد انسحاب القوات الأمريكية إلى 2014 بدون أن تحدث أي حادثة أمنية في أي مناطق وخاصة في كركوك. يعني كان ذلك زمن القاعدة. وبعد ذلك وعندما هاجم داعش هذه المناطق وحررنا أكثر هذه المناطق وكانت قوات البيشمركة فيها، في ذلك الحين أيضا نحن يعني تمكننا من حماية أمن هذه المناطق، ولكن مع الأسف بعدما أبعدت قوات البيشمركة من هذه المناطق بدأت مرة أخرى داعش يسيطر على هذه المناطق من ناحية العمليات الإرهابية. نعم، الفريق جبار ياور من السليمانية، شكرا جزيلا لك.